اليوم يا جماعة الخير رجعت لكم بحلقة ممتعة جدا من لعبة جراند 5 اونلاين. كثير منكم يطلب مني ليش ما اسوي المهمات الجديدة واحاول اطلع منها فلوس، لانه صراحة المهمات الجديدة اولا هي ممتعة جدا، ثانيا تربح منها فلوس كثير، وخاصة اني انا مضفر يعني ما عندي ولا شيء الان غير 48,000 ونحن نحتاج فلوس، يعني تعرفون في عندنا الان كراجات لازم نشتريها حصرا. فاتمنى منكم الان تضغطون على زر اللايك، تشتركون بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، وخلينا فورا ننطلق ونكتشف سيارة الاسبوع اللي معانا تحت، لانه ما شاء الله يوم الخميس جالس يجي بسرعه جدا رهيبه، لدرجه انه عندنا سيارتين الان نكتشفها من جديد. تخيل انا لسه بالامس نزلت مقطع عن السيارات والان رجعنا للوضه شباب، والله يجي بسرعه صاير الموضوع الان. ما علينا، تعالوا نشوف ايش هي السياره. صراحه انا متحمس جدا، من زمان روكستار ما جابت سياره حلوه، ارجوكم روكستار دلعونا الان. 3 2 1 تارارارا. اوكي الصراحه يعني ما اخبي عليكم انا مشاعري متخالطه، من جهه السياره شكلها حلو صراحه ما اخبي عليكم، انا احب هاي السيارات الغريبه شوي مع انها صغيره، يعني مع انها راكبين هي اسوء شيء بالموضوع انها راكبين، بس شباب السياره تفي بالغرض. والله السياره حلوه صراحه، مو سيئه ابدا ما اخبي عليكم. شوف حاطين هنا عالم ايطاليا و نايس السياره حلوه. خلي بس اشوف من ورا كيف طالع شكلها. اوكي نايس والله، اتوقع هي مدينه. اوه شباب هاي السيارة اقطع يدي اذا ما عليها تعديلات جدا كثيرة. المشكلة نظريتي الان راح تفشل، انا قلت لكم اي سيارة في بالي ما جالس احصلها، كل شيء مو ببالي جالس يطلع لي يعني، فالله يستر الان. خلينا نشوف. انا بالمرة الماضية ما استعملت العداد، ولكن اتوقع هاي المرة راح استعملها، ما ادري ليش يعني، بس شباب ودي اكسب السيارة صراحة يعني، بسم الله على بركة الله. خلينا نشوف الان، يلا خلينا نشوف العداد الان بدا الحالي معنا. ممكانه اول، ممكانه ثاني، ممكانه ثالث، ولف العجل الان معنا. هل يا ترى راح نطلع نكسب السيارة ولا ما راح نكسب السيارة؟ للأسف الشديد شباب اليوم ما كسبناها. أرجوك لا تعطيني لبس، أعطني كل شيء إلى اللبس. أوكي أعطني آر بي أنا أرضى تماما، لا تعطيني اللبس بس أرجوك، شكرا لك والله، لأنه اللبس إيه الآن أنا اللبس الماضي ما حصلته. فين؟ أعطوني الآن 7500 آر بي شباب، مو كل مرة تسلم الجرة مثل ما نقول يعني شباب، يعني اليوم ما كسبت هاي السيارة بس إن شاء الله بنكسبها بالأيام القادمة. تمام، إيش رأيكم الآن نطلع من هذا المكان ونروح فورا على السيارة الثانية وننطلق فورا إلى العمل، لأنه أنا ودي إني أجمع فلوس صراحة. تدرون إيش الجانب الحلو بالموضوع إني ما كسبت هاي السيارة؟ إن أنا ما معي فلوس أعدلها، يعني حرام أكسبها بدون ما أعدلها. أبعد أنت، خليني أخذ صورة المقطع لأوريك الآن. إيش هاي السيارة اللي مصفوفة هنا معانا؟ خلينا نشوف هاي سيارتي اللي هنا. أوه هاي سيارتي اللي هنا، شوف محل سيارتي. اوكي تعالوا نروح فيها شباب ايزي. او ماي جاد ما احلى السياره شباب، صوت هاي السياره طرب مو طبيعي. طيب رح ننزل حاليا الى لوس سانتوس كار ميت او الاس كار ميت علشان نشوف ايش في معانا تحت من سياره جديده. بسم الله على بركه، خلينا ننطلق. صح يا جماعه بالمناسبه يعني اللي ما يدري انا خبرتكم ان راح اتواصل مع شركه روكستار علشان افهم منهم ليش ما اقدر افتح الكرو تبعي اكثر من 1000، وللاسف الشديد انا ما اقدر، خبروني انه ما تقدر تفتح اكثر من 1000، هي لكل اللاعبين بنفس الشكل، اما الكرو الباقي اللي تشوفه اكثر من 1000 فهذا من روكستار معمول يعني من زمان جدا، يعني كل الكروات الباقيه هذول من شركه روكستار حصريا يعني. تمام انا ما اقدر اسوي فيهم شيء، فليش ما ادخل بسيارتي انا ما ادري والله. تعال نخش بسيارتنا شباب، يا رب يكون تحدي هذا الاسبوع كويس، ويا رب تكون السياره حلوه كمان يعني. بسم الله شباب هاي السياره صارت خلفي الان، هل انتم مستعدون؟ 3 2 1 تارارارا. اوكي صراحه انا ما شفت السياره، انا صرت حافز ان راح ينزل لي السياره هنا، جيت لهنا بنزل على طول بمشي هنا وبشوفها بكتش. اوكي والله مو سيئه نوعا ما، بس تعرفون ايش الحلو بالموضوع؟ انه هي السيارات عليها الليفري جدا مختلف. تمام يعني يمديك تعدلها بالشكل اللي انت تريده من الاوتوشوب، خاصه هنا واو لازم هي ما تكون بهذا الشكل والله، بس يلا مو مشكله يعني، الامام السياره يمشي الوضع اتوقع. ايش هو التحدي؟ تعال نشوف التحدي بالاول بعدين نقرر ايش هو. برايز رايد تشالنج. لا بالله عليك لا يا اخي، لازم نربح 3 سباقات لاربعة ايام متتاليه. هذا النوع من السباق شباب انا اكرهه جدا، لان انا حتى لو افوز ما جالس يحسب لي هي شباب، هذا الشيء الوحيد السيء بالموضوع انه انا سويتها قد مره ما حسب لي الايام ابدا. 3 سباقات لـ4 ايام متتاليه. صراحه شباب في شيء جدا غريب بالموضوع، ما تلاحظون الان في شيء غريب؟ مكتوب عندي لازم تفوز 3 سباقات خلال 4 ايام، وهنا مكتوب 0 من 4، انا شلون لازم افوز 3 مرات؟ يعني المفروض هنا تكون 3 من 4 مو 4 من 4 يعني، وات في شيء غلط شباب الموضوع، كان لازم يفوز 4 مرات خلال 4 ايام، اوكي،
بس ايش هير ما فهمت الان كيف ثلاث مرات وهن اربعه ايام ومعك هنا صفر من اربعه، يعني اليوم الرابع ايش اسوي؟ ما اسوي شيء؟ ما ادري، انا اكره هاي النوع من السباقات صراحه، جدا اكرههم، ولكن ما راح اسوي شيء منهم الان. خلينا ننطلق الى المهمات فورا. هاي السباقات بسويها ان شاء الله اذا كنت على البث المباشر. تابع صفحتي على الفيسبوك، البثوث موجود بالوصف، يعني بحاول اجيبها ان شاء الله بالمقطع الجاي، راح تشوفونها السياره معي اذا ما خبصوا علي ونصبوا علي من جديد، لانه تعرفون جالسين ينصبون علي باي شكل الان. انا من اول ما دخلت الى الان حاطط لي دائرة زرقاء بالخريطة لازم اروح عليها، مكتوب على هاي الدائرة هي نفس سيارات المحل الجديد. هاي هي السيارة، اوكي اتوقع انه هي هي السيارة شباب. وين راح لازم اودي هاي السيارة؟ ما ادري. شوف شكلها محلاة، والله شكلها اسطوري. لازم اوديها لها. قولي شوفوا صوتها شباب، محلاة كمان. شوف السيارة، والله العظيم خرافية السيارة. اوه شيت محلاها، والله حبيت السيارة كثير، انا ما ادري ليش. وات، شو هالمكان هذا؟ من فين اطلع انا المفروض؟ يلا بطلع من هنا انا، مالك سيارة تتحمل. لا ما احسب اني علقتها والله. لا تعلق. اوه نايس. وين لازم اوديها الان؟ لا تخبرني المطار ارجوك. لازم توصلها الى المطار يا اخي. بروح احطها بالمطار شباب، مشينا مشينا. هاي الان وصلت الى هذا المكان، خلينا نكسب الان 20,000 اتوقع الان كالمعتاد يعني. كم راح يعطيني عليها الان؟ 20,000 اتوقع يعني، بس يعني كويسين مو سيئين، باخذهم الان. كم؟ هاي 20,000 اوكي شباب مو سيء يعني، كل شيء كويس. هيا يا جماعة الآن وصلنا بسم الله على بركة الله، خلينا ننزل هيا بنا إلى الكراج تبعنا، فلازم نسوي مهمتين أو أكثر. أوكي خلينا بالأول شباب نصرف هاي السيارات من هنا على طول، تعالوا شويات الآن نشوف إيش طالب مني أسوي بهاي السيارة. كاتب الآن نسوي لها ريسبراي، لونها بأي لون تريد، تورينو ريد، نايس، هذا اللون أنا جدا أحبه صراحة. السيارة راح تطلع أسطورية، شوف هذا اللون المحلى، نايس ون. بيرفورمانس أبجريد، إيش يحتاج الآن؟ يريد سبورت بريكس شباب، نحط له سبورت بريك، إي إم إس أبجريد ليفل 2، ترانسميشن، إنجن، 35,000 شباب راح أدفع عليها الآن، المفروض يعطيني 60,000 بالمقابل الآن، ما عندي فلوس يا إلي، وات ذا فاك شباب، ما عندي فلوس أنا؟ شلون ما عندي فلوس؟ أخذ مني ترى، أخذ مني فلوس وما سوى شيء، شو هاي شباب؟ وات ذا فاك، أخذ مني فلوس ترى، أنا ما أدري على إيش أخذ فلوس، فلوسي راحت الآن كيف؟ الان مشي الحال، كان معلق اتوقع، خذها روح خلصني. طيب اوكي كويس نوديها الان. تعال نعدل هاي السيارة كمان عشان يجيبوا لنا سيارات جديدة، صراحة انا مليت من هاي السيارات حاطين هني هدول. خلاص سوينا الان 20,000 راح ياخذ شباب الان، خلي هو يوصلها. انت وصليها الان بان هذاك راح، يعطيك الف عافية يعني، شكرا لكم، اريد سيارات جديدة في هذا المكان الان. خلاص تم، السيارتين راحوا من هنا، فانا ما علي غير اني انتظر، والسلام عليكم يا سياراتي الجميلة من هنا. ان شاء الله شباب راح نحصل السيارة الجديدة ونحطها هنا. ترى انا مو ضامن اني احصلها لان اكره هي التحديات اللي عدة ايام تسويها كلها مقلت شي حرفيا تكون يعني. ليتس جو بالوقت الحالي نشوف هاي اللائحة ايش معنا حاليا هنا. انا معدل هاي السيارة تمام، ما ادري متى عدلتها بس اوكي حاطيني هنا. خلينا نشوف شباب هنا التحديات اللي معناها، ليتس جو. قائمة المهمات اي اللي انا تهمني صراحة جدا يعني. هل يا ترى نروح عند الميري ويذر نسرق منه ملفات السرية ب 170,000 ولا ندخل حاليا على المختبر وندمر المختبر ونسرق منهم الادوات تبعهم؟ ما ادري شباب بسوي الداتا كونتراكت، انا بسوي هاي شباب ما ادري، عجبتني كثير اني ادخل واسرق الملفات، ما ادري حسيت انها جدا حلوة. فانا بسويها الان 170,000 كويس نوعا ما. شباب انا الان فهمت بكل اختصار معنا ثلاث مهمات نسويها، اول مهمة راح تكون انه نلاقي الميري ويذر نخش عليه ونشوف ايش المداخل اللي بالداخل. ثاني شيء نحاول نجيب ادوات للدفاع عن النفس، ثالث شيء نحاول نسرق الملفات السريه، يعني انا بسوي وحده بوحده بالتدريج نمشي عليهم يعني. فليتس جو على بركه الله، خلينا نشوف ايش طالب مني اسوي ونسوي على طول. تمام خبرتني اني اروح الى هذا المكان، هذا هو المكان، اوكي يلا بسم الله. اوكي وصلنا الان، معنا الطياره من الاعلى، ايش راح نسوي الان بهي الطياره؟ ما ادري صراحه، لازم الحق الطياره. اوكي تمام لازم الحق الطياره، خليني اسوي لها فوكس والحقها بهذا الشكل. المشكله ان هي الطياره راح تروح الى اخر الدنيا يا اخي. ما ابطا الطياره شباب، انا مو جالس امشي وسبقتها، انا مو جالس امشي وسبقتها. بتعرفون وين راح يروح الان؟ شوف هو مكان هنا راح يطب، راح يروح هنا او شيء راح يصير هنا، هنا اتوقع هنا راح يصير هنا، شايفين هنا؟ ما ادري اذا لازم اكون جنبها بهالدرجه ولا لا. انا بعد شوي راح اطير على الطياره الان. صارت راح تنزل، واخيرا صارت تنزل، انزلي واخيرا شباب، والله مو مصدق انا يا اخي، واخيرا يا شيخ. هي هنا وليش يعني نزلته بهذا المكان؟ ما فهمت، لازم اخذ صوره للبنكر هنا. طيب باخذ له صوره انا هنا على الاوبرسر، هاي صوره، هذا هو المقر يعني، عرفتوا؟ هذا هو البنكر صاير بهذا المكان اللي نحن لازم ندخل فيه وراح نسرق منه ملفات، هذا هو المكان. اوه شيت، لازم ابعد شوي عشان السياره شو اسمه تطلع من هنا. اوكي شباب في الان شاحنه راح تطلع من هذا البنكر، وبكل اختصار هي الشاحنه معاها معدات ومتفجرات وما اعرف ايش، راح نحاول نسرق هي الشاحنه ونديها الى المكان تبعنا الاوتوشوب يعني.
ترى هي لعبتنا يعني بس تيجي توقف بهذا المكان ما هو راح يمر من هنا يعني تسوي له كمين محكم الان راح ينزل من هنا طلع سلاحك انت ورا ما يمر من هنا استخ واحد على طول وكمل وايزي يعني ما صار شيء الان صراحة غدرني بهي نوعا ما توقعت غير طريقه طلع ذكي كثير بس هذه بكل اختصار خلينا ناخذ الشاحنه هنا السلام عليكم ليتس جو هاي هي اتوقع راح نوصلها للمقر تبعنا علشان نساعد نفسنا فيها في حال درعمنا على البنكر يعني اتوقع لا 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 اوه شيت والله كنت دخلت بالمي اذا دخلت بالمي المهمه كلها كانت خربت الان وصلنا الى المكان بعد مشوار جدا بعيد يعني كنا باخر الدنيا وجينا الى اخر الدنيا من الجهه المقابله يعني تخيل السياره هي تصير ليه مستحيل يسكرون عليها كمان عسنا ما نطلع فيها والله غششين يا اخي طيب اول مهمه تمت باقي لي مهمتين ونحصل على 170,000 انا ما اصدق صراحه مهمات جدا سهله والله ايش هالمهمات البيض هي فايند اكويبمنت ذات ويل اوكي راح نجيب الان ادوات عشان ندافع عن نفسنا فيها في حال هجموا علينا يعني ايش هذا يكتب لي ما ادري ايش كتب لي الان قبل اسوي المهمه الاخيره بروح بجيب سناكس كثير اتوقع اني احتاج للسناكس لانه انا متبهدل الان اوكي انا الان وصلت ايش لازم اسوي ستيل لازم اسرق الطياره هي اوكي استنفروا معناته ابله لانكم استنفرتوا الان يا رب ما يجيبوا من عيد اضرب بالغلط في مكان ما ماتوا الكل اتوقع هنا خليني اشيك بس اذا في احد باقي عايش ايش هاي الشباب اللي باخذها الان لازم هي مركبه هاي ايش هاي وليه شو هاي شباب والله اول مره اشوفها اوف بس بدمر فيها اوكي بدمر فيها ذا المعدات ما ادري كيف اسوقها هي طيب انا فهمت اوكي فهمت يا اخي ابعد يا اخي سلام عليكم بيلي كمان والله كانت هي اوكي توقعت يقول لي السلام عليكم شو ايش اسوي فيه الان شوف دمي نقطه شاك مهرب منهم بسرعه قبل لا الطلقه هاي تصيبني واموت واط يا حبيبي كل مره لازم معي 7 دقائق باقي ما راح يكفيني ابدا هذا الوقت شباب ما كنت فاهم المهمه شغلت مخي شويتين حتى فهمت انه لازم اركبها ورا السياره ايش دراني لازم اسويه ليش ما يحددوا طيب اخيرا وصلتها الى هذا المكان هذا ليش هذا المكان بالتحديد ما اعرف فك ام الباب هاي فك ام الباب بسرعه فك ام الباب بسرعه هاي وصلت اول واحد هنا ها اوكي لازم ادخلها ارجع اروح للمكان الثاني بسرعه وات مستحيل انتهي من هي المهمه بسبع دقائق مستحيل 5 دقائق لسه باقي بكل عين وقح يكتبون 5 دقائق انا شلون اسويها؟ دقيقه شوي شباب كانه في سياره جالسه تمشي لها في هذا المكان هاي هي انزل والله اني تساعدت فيها انت ايش تطلق علي؟ انت من انت حبيبي؟ هذا ليش يطلق علي شباب؟ هذا منو هذا؟ امشي بسرعه امشي 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 لا تبهدل امشي فك الباب لازم المسه يعني عشان يفكوا له الباب. ليتس جو هاي السياره رقم 2 باقي سياره واحده باربع دقائق اتوقع انه ممكن اذا ما كانت بعيده كثير. باقي 3 دقائق اوكي بسم الله يا راهي ترى يمديني ولا لا وين السياره؟ شيت مستحيل اوصل بهناك 3 دقائق وارجع الا اذا كانت طياره. غير كذا شباب الامر شبه مستحيل والله اتوقع اني راح افشل بالمهمه 100%. انتوا حطوا براسكم الان اذا انا ما عندي الاوبريسر هاي اللي انا جالس اسوقها الان، ايش كنت سويت بنفسي شباب المهمات؟ ترى المهمات كانت شبه مستحيله مهما كانت، شوف انا بالموت جالس اوصل هنا اصلا بالموت. باقي 2 دقيقة مستحيل اوصل الى المكان هذا مستحيل. اذا ما كانت الطياره شباب الامر شبه مستحيل. بس هذا تريد بس تلقى في نسخه شمك الان. اوه ما قد كم واحد طلعوا؟ والله طلع في ناس هنا اطلع بسرعه اطلع وش هالسياره هاي بسرعه بالله عليك اسرع بالله عليك اسرع معي 2 دقيقة شباب اوصلهم معي 2 دقيقة بس بالله عليك اسرع تتوقعون يمديني ولا لا شباب ترى المكان بعيد كثير نوعا ما مستحيل انا اتوقع مستحيل انا اتوقع مستحيل اوصل هالمكان ناس مستحيل صار الان شبه مستحيل الان صار مستحيل من 7 المستحيلات 2 دقيقة اوكي 2 دقيقة ركز 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 والله المكان كثير بعيد شباب احتمال كبير ما يمديني احتمال جدا كبير انه ما يمديني. انا شخص احب اني اكون متفائل دائما. بس هنا تفاؤلي طاح. اوه ماي جاد 56 ثانية احلم اني اسويها احلم. احلم يا شيخ احلم. صاير بهذيك الجهة من المقابلة. 49 ثانية. اتوقع انه مستحيل يا شباب. انا اتوقع انه انتهت. اتوقع انه انتهت. 33 ثانية. ابد من اجيب من اجيب. اوه ماي جاد. اوه ماي جاد شباب. 29 ثانية ابعد من وجهي 25 ثانية شباب
23. وات والله ما سويت ولا حادث. اتوقع انه بس نريد الباب يفتح بسرعه هنا. فك الباب بسرعه، فك الباب بسرعه. اوه ماي جاد، فك الباب بسرعه. 13 ثانية، 10 ثواني، فوق فوق فوق، 11 ثانية، 10 ثواني، اوه شيت، 10 ثواني كان باقي شباب، 10 ثواني، لا تستسلم مهما حدث، ابلع، سوينا المهمة الآن، لا تستسلم مهما حدث، تفهم ولا؟ هذا ايش شاب هذا؟ ليش ميت هنا شباب؟ من هذا؟ هذا كان ميت بالسيارة أنا، وات من هذا الشخص؟ ما أدري والله، هنا ها، اوه جابوا لي سيارة ثانية، ولا شو السيارات شباب؟ اوف رجعوا هاي السيارة مرة ثانية، ليش؟ ما عجبتهم؟ ولا هي مو نفسها؟ بس هي جديدة والله شباب هاي السيارة. بس هاي ما اعطوني فلوس الان، دقيقة شويات. اوه اعطوني فلوس انا من متى؟ دقيقة خليني اقرا شباب، وصلتني رسائل انا ما اشوف رسائل الان. اوكي هذاك يقول لك صار في كان حادث بالسيارة كان ما اعطاك فل الفلوس، بس احس انه كان معي 30,000 صار معي 90,000 الان، يعني في فلوس جالسة تجيني والله. هنا هنا ديبوزيت، خليني احط فلوسنا بالبنك الان. صار معنا الان 96,000 شباب، تعالوا بعدل على هذول الاثنين كمان. كونفيرم، ليتس جو شباب، عدلنا عليها 50,000 راح ادفع عليها الان. يلي ما عندك فلوس كمان اخذوا مني 50,000 شباب، ايش هذا الجلتش اللي جاي يصير؟ ما ادري والله. يلي ما عندك فلوس الان، هاي في جلتش عندكم يا روكستر، حلو ترى جلتشكم معفن ترى، خذها الان، لازم تطلع منها بعدين رجع تعطيه وبرجع هو بيروح يوديها، ما ادري ايش جاي يصير، روح حلها ارجوك خذها. بعدل على هي كمان، صايره وصايره الان، انا بعد شوي راح يجيني فلوس كثير اتوقع الان. كونفيرم موديفيكيشن، هي لسه ما بعتها انا، اما هي لسه ما اخذها، ليش؟ وجاني فلوس دبل. شو ايش جالس يصير في جلتش صار هنا ولا لا؟ اعطاني فلوس سعرها وهي رجعت لي السياره، كان معي بس 30,000 صار معي 90,000 شباب، في شيء غريب جالس. اوكي انا ما فهمت الان بنفهم بس لنرجع. اوكي اسكت انت بكل مكان تتكلمي تصرعيني يا اخي، ايش تتكلم يا اخي؟ بسم الله شباب، هاي المهمه الاخيره الان اللي تشوفونها امامنا راح نسويها، الاسم المهمه حاليا روبري السرقه، نبداها على بركه الله، ان شاء الله تكون تتطلب لاعب واحد مو لاعبين اتمنى. اوكي لاعب واحد اسطوره. اوكي اللي اختار سيارتك الان اللي ودك تروح فيها. اها هاي السياره لا هاي السياره بتوقع بختار هاي السياره الان. اوتفيت فري مود خليني. الماسك اوكي تعال نحط قناع الان، نحط هذا القناع اسطوره. ليتس جو كونفيرم ريدي، بنروح بسيارتنا الان. يعني هو دائما يقترح عليك اقتراحات تروح بسياراتك الموجوده هنا. لازم الان نروح على البنكر اللي صار في هذا المكان. اخ كم راح انعس الان انا بالطريق يا شباب، والله راح انعس كثير. واخيرا وليس اخرا وصلنا الى هذا المكان. ايش اسوي الان انا؟ دخلنا الان شباب الى هذا هم، بسم الله على بركه الله، خلينا نشوف كيف ممكن اسرق هاي الاوراق. اتوقع اشتباكات الدنيا راح تصير بالداخل الان، انا مو متاكد ولكن احنا جبنا ادوات دفاع مو على الفاضي. هذا لا تدري ما كان يديني اذبحه غير هالطريقة. اوكي لا تكذب ترى هي نفس الطريقة اللي كانت. حط 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 مع قناع، حط ما ادري ايش سوي انا شباب، اتوقع اني يا اخي كانوا امامي ايش اسوي؟ قول لي كان لازم اذبحه بال كان لازم اذبحه بالكاتم. كان لازم اذبحهم بالكاتم، بس نحن نحب المشاغبات شباب. فايش رايكم نبدا على طول؟ بذبح الكل هنا ترى انا ايزي ما عندي مشكلة. هذا سلاح صوته اسطوري، هذا سلاح صوته اسطوري والله. ايش اخذ من هنا انا؟ بفتش اذا انا في شيء. قول اوكي سرقت شيء كامل من النايس بوي. اقعد اوه شيت ابلع اقعد مكان اقعد اقعد. هذا الدرع الان وهذا رسم من قدامي، شو الغش هذا؟ مام كالوز هير، مام كالوز ذير، مام كالوز ان فوكينج افري وير، مام كالوز هير، مام كالوز ذير، يا من واب مام كالوز هير. وين هذا المكان؟ بسرعه خش عليه خش عليه خش على اسرق. يا سلام يا سلام يا سلام، ايوه اسحب يا حبيبي اسحب. هذا ايش هذا الروبري هذا؟ والله هذا ايزي هذا لعبتي. في شيء هناك لازم اخذه من هناك من فوق. اسرق هي كمان، شوف محلاه كيف يسحبها ويحطها انا بالجيبه. هذا المكان انا حافظه مثل الاسم، مسوي فيه مهمات كثير يعني نوعا ما. نوعا ما راح يكون عائق علي يعني اتوقع. في كاميرات هنا بس على شو في كاميرات انا ما ادري. والله هذا سلاح اسطوري شباب. وربي ان هذا سلاح اسطوري. خذ هي اخر واحده الان ايزي ليتس جو يلا. اوكي لي اطلع من هنا باسرع وقت ممكن. هاي انا طلعت الان، انا حافظ المكان ايزي. ايش هي المهمه الان؟ لا تخبرني بس هيك. ها لك حنروح على الاليجيان ايلاند. وين هي الجزيره؟ وين صاير؟ اوش لا بالله عليك لا يا اخي، بالنهايه مو 170,000 على الفاضي يعني، اذا كان مشوار الطريق هذا كل شيء صعب المهمه فايزي يعني. اتوقع اني وصلت واخيرا وليس اخر اني هذا المكان، وجالسين يخبرونا في جماعه وصلوا قبلنا يعني. ايش يعني ما فهمت انا ايش جماعه وصلوا قبلنا؟ مكتوب فريقنا وصل الى المكان راح نشتبك فيهم. فريقنا ضد فريقهم؟ فريقنا ضد فريقهم اتوقع. هي انا جيت الان. ها بسرعه حط حط بسرعه حط. هي حطيت وحده، هاي حطيت ثانية، وهي حطيت الثالثة، وهي حطيت الرابعة. ليتس جو يلا شغل. هات هالدرع من هنا.
فين السيارات اللي معانا نحن؟ او هذول السيارات تمام، لازم اقرب. اوه شيت، شوفوا شو تاركين لنا اسلحه. في شيء، مين راح يهجم؟ هجموا. او ماي جاد، هجموا. وين اسلحتي؟ وين اسلحتي؟ اصبر اصبر، طيب اصبر اصبر اصبر. يلا يلا يلا، بسم الله، بجيكم اصبروا. اصبروا شوية، اصبروا. بصف هنا انا، بصف هنا وبوريكم الان. خلي اسوق، بالله عليك خلي. Hey, stay sharp. It ain't done till it's done. ابلع هاي انت كمان. ابلع ها. ابعد، انا بدافع عنكم. ها. من راح يقرب وانا معي هذا السلاح؟ من راح يقرب؟ فهمني من. من وين يضرب لي؟ لا مات واحد من عندنا اتوقع. لا تموت. اصبر. فجرت. اوه شيت. شباب انا كيف فهمت كل هذا الناس؟ هربوا كأنهم. يا اخي بعد ما كم باقي يا اخي؟ والله مسخره، والله كثير. والله كثير يا شباب. او ماي جاد. كم بسرعه. هذا كان راح يذبحني والله اذا ما سويتها. وين الثاني؟ الثاني كيف اسوي لكم عليه الان؟ نو سكوب. واحد. بس خلصنا. اوكي والله بدري، والله بدري. شوف كل هذول، شو كل هذول؟ هذول بالارض، كل هذول سناكس. او شيت، شو كل هذول شباب بالارض؟ هاي ايش صار؟ اوف والله خلصنا. كان في هنا طلق. والله بدري، توي ادري والله. في دم هنا كمان. خلصنا واخيرا. والله مو مصدق. 170,000 والله مهمة الاحلام شباب. مو مصدق. 170,000 ارجوك يا رب يعطيني عليها كمان مكافأة 50,000، لانه هي اول مرة نسوي المهمة. سلام عليكم. 153,000 عطوني يا شباب، مش مشكلة يعني، احنا نتقبل لانه في 50,000 هدية، فصار معي الان مبلغ وقدره. طبعا في عنا كمان فلوس الكراش، لا تنسوها يعني. الان ميز ديبوزيت، احط 100,000 الان. صار معي الان 267,000 شباب. اوكي تعالوا نشوف اللائحة من جديد، تعالوا نشوف اذا في سيارات من جديد. تعالوا نشوف. وين السيارات؟ اوكي ما جابوا لي السيارة، كويس يعني بعت السيارات اللي عندي. تمام كثير، تمام. اوكي خلينا نطلع شويات للأعلى ونشوف هنا ايش في معانا. هنا معنا شيء، هي اللوحة صارت جديدة من جديد. اها. اوكي شباب، قفلت هاي المهمة عندي بما اني سويتها يعني الآن، وفتح لي البنك من جديد ولا هي جديدة؟ والله ما أدري صراحة. شوف معنا كمان 485,000، هذا هو المبلغ المجمل اللي أنا مطلعه من هذا المكان، صراحة عدد جدا هائل وخرافي. بشكل عام أنا حبيت مهمات اليوم جدا جدا يعني، عجبوني صراحة جدا يعني، مهمات خفيفة ولطيفة وسويناها على أتبب وجه. أتمنى أنكم استمتعتوا معنا بحلقتنا لليوم. كان معكم محمود من قناة ممكان، وترقبوا حلقة قادمة إن شاء الله بفكرة جديدة، ولكن لازمني شوية فلوس. بحاول أشوف على البث المباشر، تابع صفحتي على الفيسبوك، أعيد وأكرر لأني إذا دخلت رح أطلب مساعدتكم يعني. بس كان معكم محمود من قناة ممكالو. السلام عليكم.